مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. ست ام احمد ابنها 16 سنه بتقول هو كان بيصلي وكان كويس، وبعدين فجاه لقت ان هو طريقته في التعامل معاها ومع والده، هو طبعا الاب والام منفصلين، فبتقول الطريقه اتغيرت جدا وبقى يعاملنا بطريقه وحشه، ممكن يحصل تدافع بالايدين وحاجات كده. فهي طلبت ان احنا ندعي له، واحنا ان شاء الله باذن الله ندعي له كلنا نحن وحضراتكم، ما ننساش ست ام احمد في الدعاء لابنها. بس برضو النصيحة إنه إحنا ندور على الأسباب الحقيقية اللي خلت محمد يبقى كده. هل مسألة انفصالكم جزء منها؟ هل في نوع من الخلافات حصلت؟ هل المسألة دي تعباه أو مضايقاه؟ ربما أحتاج إن أنا ألجأ لطبيب متخصص في تعديل السلوك ومن الخبراء النفسيين وغيرهم. وما بنقول ده نسعى ونسأل يكون حد كويس ثقة ان احنا ناخد رأيه، ليه الابن التحول ده فجأة؟ ولازم نراجع تصرفاتنا برضو، احنا بنسعى نبحث عن حد يساعدنا، وفي نفس الوقت احنا بندعو الله سبحانه وتعالى ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى بصلاح الحال. ودايما نقول ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، أصلح لي في ذريتي. ومن المجربات أنه كانت بتقرأ هذه الآية 15 مرة، إذا أنا قريتها يعني الإنسان بقى يكثر من قراءتها ويدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الذرية. ده شيء ضروري، إحنا بنحتاج المعونة والمدد من الله سبحانه وتعالى. بنسعى للأخذ بالأسباب، إذا كان هناك خبير نفسي كويس يقعد مع ابننا أو يقعد مع حضرتك يسمعك أو مع والده، أو حد يكون بيقدر يتكلم معاه فيسمعه، هو هيتكلم معاه بأريحية. كل ده أنا باخد بالسبب وبدعو الله سبحانه وتعالى أخذهم بالسبب، وتمام التوجه إلى الله سبحانه وتعالى عين العبادة من العبد لمولاه سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إليكما ردا جميلا.